السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهاز 530 سامسونج، جهاز ما بقلع، بيعمل ريست خطفي، يعني لما تدخل على وضع النورمال هيك باور شايفين هيك الباناري، بعدين جهازنا نعمل له سكت. كيف ما ندخله؟ اول شيء على وضع السوفت وير، نضغط خفض الصوت والباور ونفهم مع بعض، بعدها نضغط رفع الصوت. دخل معنا هيك على وضع السوفت وير. طبعا هو الجهاز كمان مسكر، بعدها بنروح على الأذن عن ملف السوفت وير. هون ملف الأذن، نفتح ملف الأذن، نختار الملف. زون طالع الكم تبعه 17 10، بعمل له بعمل الفلاش. مجرد ما حمل الفلاشه انا عملت له ستارت، هون مباشره بلش ياخذ السوفت وير تبع الجهاز زي ما انتم شايفين. لا تنسى زر اللايك والاشتراك بالقناة ليوصلك كل جديد. هترك لكم رابط الملف بالوصف. الأذن تقدر تحمله من الموقع الرسمي لأذن، لو كتبت أذن مباشرة بيطلع لك أول شيء الموقع الرسمي تبع أودن، تقدر تحمل نسخة آخر نسخة من أودن. ما بياخذ وقت زي ما أنتم شايفين، يعني بياخذ الفلاشة. تتأكد من البيس باند تبع الجهاز شو هو الإصدار تبعه قبل ما تنزله.
التليفون مباشرة بتوجه لأداة هلبتك تولز، أترك لك الرابط في الوصف، شرحت عنها قبل هيك فيديو سابق. سامسونج ومين، واختار اف ار بي 1 او 2، جرب 2 ستارت. اعطى ايرور. جرب ما اعطانا هون اف ار بي ريست. اوكي اوكي لازم نطفي الجهاز ونرجع نشغله. تصير هاي اها هاي فور بي 2 مباشرة فتح التليفون. نروح على نيو سيتنج. نعمل كده خلاص على بل بنفعلها. نرجع باك بعدها بنروح على باك بس بعدين فاكتور بس كويس. بس هيك مدام انه فتح الاف ار بي وعملت له ريست من الداخل، هذا الفيرجن القديم اللي هو 5.1، هيك فتح التليفون ار بي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نراكم في فيديو سابق. راح اترك لك رابط وصف في رابط اداه اودن والسوفت وير زائد اداه تك في الوصف. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.